السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. بقول لك يا شيخ مصطفى، في واحد متزوج، متزوج ثلاث زوج ثلاث، ويقول بلسانه أنا لا أعرف أعدل، هل الزوجة مأجورة؟ يستسمح الزوجات. يستسمح الزوج؟ لا، هو يقول بلسان لا أعرف أعدل. طيب اطلب المسامحة من المظلومين. ما هو يقول بلساني أنا لا أعرف أعدل، وأنا مش عارف. الله يوفقك، قل له طيب خاطر الزوجات وكن رجلا رحيما واتق الله ما استطعت واستسمحهن.